السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفيديو متنوع ان شاء الله يعجبكم. غنوجدوا فيه واحد طورتة سهلة مهلة فواكه ديال الصيف، غنوجدوا فيه واحد ساندويتشات اللي ايضا ساهلين، وايضا غنشارك معكم واحد الافكار بالنسبة للناس اللي كتعجبهم الخياطة في حالي. هذاك الشيء الخفيف ماشي شي حاجة صعيبة، حاجة ديال الدار. مثلا البارح صوبت هاد المخات هادو، انا عندي المخايط كبارين فما كنلقاش القياس ديالهم، فكنضطر انني نخيطهم. فدابا ملي جبت هاد الثوب، هذا الثوب ديال لولان هو غالي بزاف، ولكن انا شنو وقع لي، كنت مشيت واحد المره لايكيا شحال هادي وقيله في شي فيفري، ولقيت كيبيعوا فحال لي زار ديال الناموسيات فهاديك البلاصه اللي كيبيعوا فيها الكليرنس، المهم داكشي اللي رخيص بزاف اللي كيبغيو يتخلصوا منه. فلقيتهم كيتباعوا تقريبا بشي 14 اورو، هما عاده كيتباعوا اكثر من 60. فخديتهم وبقاو عندي شحال مع الظروف اللي كنت فيهم، يعني ما قيستهمش، بقاو عاد مؤخرا جبتهم. فخيت بهم هاد المخايد هادو اللي كتشوفوا، وشاطوا لي شي طروفات كيف ما شفتي، راني صبنتهم وعملتهم كينشفوا في البالكون، لان هاد الثوب هذا ديال لولان كل ما صبنتيه كل ما كيولي رطب وكيولي احسن. فهاد المخدات هادو راني صوبتهم البارح، ولكن اليوم غنشارك معكم هاد الفكره هادي. هاد شنو سميتهم نسيت عليهم، المهم الرواق. هذا الرواق هذا ماشي طبعا الرواق ديال بصح، غير ديكور غنعملو في بيت ديال الخزين. دابا كنشوفوا هذا الشكل هذا ديال الرواقات، يعني فيما مشيتي كاينين، لانهم دابا ولا داكشي القديم كله هو اللي موضه. المهم انا غنوريكم الطريقه كيفاش عملت هذا الرواق هذا الصغير، وغادي نوريكم ايضا فين استعملته في بيت الخزين في اخر الفيديو. فبالنسبه لهذا الثوب هذا ديال القطن ماشي لولان، كنت شريت واحد الغطا ديال الطابله من اكسيون، عجبني الثوب واللون وخديته، قلت غتجي فرصه غنستعمله. المهم دابا غناخذوا القياس ديال الارتفاع ديال هذيك البلاصه اللي غادي نصاوبوا لها الرواق، غنزيد لها 12 ديال السنتيم. كيف ما كتشوفوا هنا، يعني الاطراف ديال هذا الثوب هذا ما غاديش نطويه ونخيطه كيف ما كنعمل عاده، غنخليهم باينين، ولكن غنوري لكم واحد الطريقه كيفاش كنخيطهم بلا ما كيبانوا انهم مخيطين. فكيف ما قلت لكم، خديت القياس ديال الارتفاع د هذيك البلاصه اللي غادي نصوبوا لها الرواق، وايضا طبعا الطول، وضفت 12 ديال السنتيم. بالنسبه للطول خصكم تضاعفوا، الا كانت هذيك البلاصه اللي غنصوبوا لها الرواق فيها 12 سنتيم، الثوب خصو يكون فيه 24 سنتيم في الطول، عفوا في العرض. بالنسبه للطول غتاخذوا نفس الطول اللي كاين زائد 12 سنتيم. اول حاجه غنعملها غندوز بالماكينه على الطرف ديال الثوب كامل، ما غنطويه ما والو، غير غنحسب واحد السنتيم وغندوز بالماكينه. من بعد غنوريكم شنو غنعملو في النهايه ديال هذاك او الطريف الاطراف ديال هذاك الثوب. دابا غنخليه بحال هكذا كيف ما شفتوا، راه غير دوزت عليه بالماكينه باش ما يزيدش يتسنسر ولا يتحل فيما بعد. فغنعاود ناخذ القياس الطول ديال هذيك البلاصه اللي غنخيط لها هذا الرواق هذا زائد 12 ديال السنتيم، ناخذ القياس يعني من الطرف من الوسط ومن الطرف الاخر باش يجيني مقاد. صافي هذا هو القياس ديالي. في الوسط غنعمل واحد لاستيك او شريط مطاطي اللي عريض شويه، فغنحطو باش ناخد القياس ديالو. هذا عنده تقريبا 3 ديال السنتيم. فغنعلم وغندوز بالخياطه الماكينه هذيك الطريق هذيك البلاصه فين غيدخل هذاك الشريط المطاطي ولا لاستيك. غندي الثوب الماكينه وغادي ندوز هذيك البلاصه اللي غنعمل فيها لاستيك او الشريط المطاطي. طبعا ما نساوش نخيطوا جوج ديال المرات في البدايه والنهايه باش ما يتحلناش الخياطه ديالنا. غناخذ واحد الفنيته وغندخل لاستيك عادي بحال اللي كنعملو دائما. من بعد ما غندخل هذاك لاستيك غنبقى
ندخله فحال هكذا بشويه بشويه، ونجبد داك الثوب نحو الوسط حتى نحصل على العرض ديال البلاصه اللي غنعمل فيها هذا الرواق هذا. غناخد طبعا المترو وغادي نعبر باش نتاكد. صافي هذا هو العبار اللي بغيت. فبالنسبه لهذاك الشريط المطاطي اللي بقى غنديه للماكينه طبعا، وغندوز عليه هكذا بالطول باش ما يبقاش طبعا يخرج ويدخل. فغنخيط جوج ديال الجهات، غنخيط جوج ديال المرات، يعني غندوزو ونعاودو ونرجع باش ما يتفتحناش او ما يتسرسبش هذيك الخياطه. وطبعا كيف ما قلت لكم من جوج ديال الجهات. من بعد غنقطع هذاك اللاستيك، غنحيد هذاك الطرف اللي بقى، ولا كانوا شي خيوط هكذا خارجين ولا هذا غادي نقطعهم. هذه هي المرحله المهمه في ديال هذا في الخياطه ديال هذا الرواق هذا. المهم انا قلت لكم راني الثوب ما طويتوش جوج المرات بحال اللي كنعملو دائما، باش كيجي النهايه ديال الثوب او الطرف ديال الثوب كيجيو مقادين. حنا غنعملو هذه الطريقه هذه اللي هي دابا ولات منتشره بزاف. يعني هذاك الطرف ديال الثوب كيكون فحال الا محلول، يعني ما مخيطش. فغنمشيو لتحت ديال الثوب وغنجبدو هذوك الخيوط بيدنا، الخيوط اللي على الطول، باش كيولي بحال نقولو مسرسب. المهم كيف ما كتشوفوا تما راه باين كيولي الخيوط واحدين اللي باينين، ماشي الخيوط اللي بالطول كنحيدوهم وكيبقاو غير اللي هابطين بالعرض. غنكرروا هاد العمليه هادي بالنسبه الجهات الثلاثة ديال الطرف ديال الثوب، وأيضا هذيك الجهة اللي مطوية هنايا. هكذا كيجي هذاك الطرف ديال الثوب زوين في المنظر ديالو. صافي غنكمل فحال هكذا. المهم شحال ما هو هاد الطرف ديال الثوب ولا هاد الرواق، كل ما تصبن كل ما غيتحيد منه هذوك الخيوط، ولكن في نفس الوقت هذيك الخياطه اللي دوزنا في الاول على القطعه ديال الثوب كامله غتمنع انه يتسرسب يعني اكثر من اللازم، يعني غيوصل لهذاك السنتيم اللي خلينا وغادي يحبس. المهم انا غنعمل اللي قدرت عليه، وشي الاخر ولا ما قدرت ما عنديش الوقت غنخليه كيف ما قلت لكم. كل ما كيتصبن هذا الرواق هذا كل ما كيتحيدوا داك الخيوط بوحديتهم. هذه هي النتيجة النهائية ديال الرواق ديالنا. بالنسبة للطريقة اللي غتعلقوا بها هذا الرواق هذا، انا غنصوبو في بيت الخزين، يعني عندي واحد الطرف ديال اللوحة غنعملها مسنترات صغيورين غنثبت بهم هذاك الرواق في هذيك الخشبة. انا عملت هذا اللون هذا الصفر، وجهات اخرين عملتهم باللون البيج. المهم انا غنوريكم بعجالة. هنايا كيفاش عملت، راه غير بمسمارات لصقتهم في هذاك الطرف ديال الخشبه. حتى المره اخرى ان شاء الله نوريكم بيت الخزين بالتفصيل الا بغيتوا. طبعا بالنسبه لباقي الفيديو غندخلوا للكوزينه غنوجدوا واحد الكيكه سهله بزاف في الفواكه ديال الصيف. اول حاجه غنعملوها هي غنوجدوا الجينواز اللي عندي هنايا، ثلاثه ديال البيضات كبار مع 120 غرام ديال السكر، معلقه ديال الفاني، واحد القبصه ديال الملح، وغنطربهم مزيان مزيان تقريبا واحد 3 4 ديال الدقائق حتى كيتضاعف ولا كي 3 ديال المرات الحجم ديال هذاك البيض. وكنضيف ربع كاس ديال الزيت او نصف كاس ديال اتاي ديال الزيت، وربع كاس ديال الحليب. من بعد عندي 120 غرام، عفوا 140 غرام ديال الطحين اللي زدت عليها ربع معلقه ديال الخميره الحلوى او البيكين باودر، وغنخلطهم مزيان وغنبدا نضيفهم بشويه بشويه. وانا كنخلط بالسباتولا بحال اللي كتشوفوا هنايا، يعني تقريبا هذيك الكميه ديال الطحين زدتها على 3 ديال المرات. الفران انا سخنته على درجه حراره 180، ودهنت واحد المول عندي بحال المول العجيب، هو مبدل مزوق من جناب، دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. وغادي نخوي هاد الكيك، هاد الخليط ديال الكيك في المول اللي وجدت اللي كتشوفوا اللي هو هذا، فيه واحد الفراغ في الوسط غنعملوا له واحد الكريمه.
غادي نخوي هذاك الخليط ديال الكيك، وغادي نضرب هذاك المول في الطابله باش يخرجوا هذوك الفقاعات ديال الهواء، وايضا باش يتقاد الشكل ديال الكيكه. صافي غندخلو الفران تقريبا 12 دقيقه غير يبان تحمر مزيان، صافي نخرجوه. هنايا غنوجدو واحد الخبز ديال الساندويتشات اللي كيجي زوين بزاف ورطب. هنا وريتكم الحليب المجفف اللي غادي نستعمل. عندي هنايا زلافه كبيره ديال الطحين الابيض، ونص زلافه ديال الفينو، نصف معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر او العسل اللي بغيتو، ومعلقه كبيره ديال الخميره مع مراش، 3 ديال معالق كبار ديال الحليب المجفف، ممكن تستعملوا نيدو، انا استعملت هذا، ومعلقه ديال الزيت، وغنعجن بالماء. بالماء يكون دافي اول حاجه غنعملها. طبعا غنخوي الماء فوق الخميره باش تذوب، باش مابقاش يعني باش ما يتعطلش التفاعل ديالها. وغادي نبدا نضيف الماء دافي بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه، ما كتلصقش بزاف بزاف، حيت باقي غنزيدو تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده في الاخير. العجينه خصها تكون طبعا مدلوكه مزيان مزيان. غنخليو العجانه تقريبا واحد 4 ديال الدقائق، 5 ديال الدقائق وهي كتتلك هاد العجينه. في الاخير غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده، طبعا الزبده الحيوانيه، وغادي ندهن ملي يعني تندمج هاد الزبده هادي مع العجينه نخليها تدلك واحد دقيقه، وغندهنها بالزيت نغطيها ونخليها تخمر تقريبا واحد نصف ساعه. الحلوى او المول صافي، الحلوى صافي راه خرجتها، غنحيدها من المول. نحاولوا اننا نرشوا شويه ديال السكر كلاصي فوق هذاك البابي سولفيغيزي، عاد نقلبوها فوق منه لانها غتلصق الا ما استعملناش هذاك السكر كلاصي. غنخليها تبرد واحد شويه. طبعا انا تعطلت بزاف، ما بقاليش الوقت بزاف، فوليت يعني كنصاوب هنا وكنصاوب هنا نفس الحاجه. بالنسبه لهاد الساندويتشات هادو غنصاوبوهم بالدجاج، وانا ما بقاش عندي دجاج بزاف، غنصاوب شويه الكفته وشويه ديال الدجاج. بالنسبه للتتبيله اللي غنعمل في الدجاج هي اللي غنعملها في الكفته، نفس الشيء. غنقطع القطع ديال الدجاج رقاق، غنغطيهم بالبلاستيك، وغادي نضربهم بهذاك المدلك غير باش يرقاقوا وفي نفس الوقت يعني يرطابوا، ما يبقاوش قاصحين. ملي نصاوبهم في الساندويتشات يجيو قاصحين، غيجيو رطبين. ايضا راني قطعت واحد نصف بصله وكنقليها في الزيت البلديه مع شويه ديال الملحه، وغادي نضيف لها الكفته. بالنسبه للكفته استعملت تقريبا واحد 120 غرام ديال الكفته، وهذيك الكفته ما غنحاول انني نخليها طريفات كبار، يعني ما غنفرتتهاش بزاف بزاف باش تجي ساهله، ما تبقاش هكذا تشديع في الساندويتش، تبقى محافظه على يعني يبقى هكذاك الطروفه في وسط الساندويتش. بالنسبه للتتبيله، التتبيله ديال هذه الكفته وايضا ديال الدجاج راه نفس الشيء. غنعمل الملحه لبزار، شويه ديال التحميره، ثوم بودره، والثوم حبيبات، البصل الجاف، وكنظن هذا الشيء اللي عملت. صافي غنخلي هذيك الكفته تطيب، وكنظن ايضا عملت في الدجاج هذاك السيبولات يابسه، حتى هنايا عملته. غنطيب هذيك الكفته، وكيف ما قلت لكم غنحاول نخليها طريفات كبار شويه. غنعمل نفس التتبيله في الطريفات ديال الدجاج باش يجينا الساندويتش يعني ما يجيش الطعم ديال الدجاج مختلف على الكفته. عملت الملحه، الابزار، شويه ديال التحميره، ثوم بودره، ثوم حبيبات، البصل الجاف، وصافي هادشي اللي عملت. هذيك المقله اللي طيبت فيها الكفته هي نيت غنطيب فيها هذا الدجاج هذا، يعني ما يحتاج اننا نغسلوها. نسيت ما قلت لكمش، انا هذه الوصفه هذه شفتها في واحد الفيديو ديال واحد السيده كنظن من بلاد ديال اوزباكستان، المهم هي القناه ديالها مشهوره بزاف. انا شفت هذا الفيديو هذا غير بالصدفه، وعجبني هذاك الساندويتش اللي صوبته، وحتى الفريت اللي غنصاوبو ان شاء الله صوبته بالطريقه ديالها. وفي الحقيقه هذاك الفريت جا زوين بزاف، ما جاش شار بالزيت وجا مقرمش،
فهاد السيدة هذه طبعا عندها قناة في اليوتيوب، مشاهدات خيالية. وفي الحقيقة أنا في الأول ما كانش كيعجبوني في حال هاد الفيديوهات، هاد الفيديوهات اللي كيصاوبوا داك الشي كتير وكبير، دابا ولاو كيعجبوني. المهم هاد الفيديو هذا أنا شفته البارح وقلت غادي نجرب هاد الوصفة هذه، واخا أنا بدلت فيها شوية. المهم نحاول نخلي لكم الفيديو ديال هذيك السيدة في صندوق الوصف اللي بغى يتفرج في الفيديو ديالها. هنايا البطاطا قطعتها طريفات كبارين، يعني غلاط ماشي رقيقين، ما غاديش نقليوهم مباشره، قطعتهم غلاط باش ما يتفرتتوش هكذا، حيت غادي نسلقوهم عاد غادي نقليوهم. عندي هنا تقريبا 4 ديال البطاطات كبار، غادي نقطعهم ومن بعد غادي نسلقوهم. غنمشي نصاوب الكريم باتيسيير اللي غادي نصاوب، اللي غادي نعملها في هذيك المول العجيب. بالنسبه كريم باتيسيير عندي نصف لتر ديال الحليب، غادي نضيف له 3 ديال المعالق كبار او جوج كبار ديال الكريم باتيسيير. غنعمل معلقه ديال الفاني، ممكن تستغناو عليها لان هذيك البودره ديال الكريم باتيسيير فيها نسمه ديال الفاني، شويه ديال الملحه، تقريبا واحد 3 4 ديال المعالق كبار ديال السكر، غير 3 في الحقيقه، كاملين كافيين. وجوج صفار ديال البيض. هنايا هذيك لا كريم باتيسيير هبطت لتحت، فغنطربها مزيان مزيان مع البيض وكل شيء حتى يدوبوا مع يعني يدوبوا مزيان في الحليب البارد، عاد نحطهم فوق البوطه. وعملت الماء في واحد الكاسرونه وعملته يطيب باش نعمل فيه البطاطا. غنخلي البطاطا غير الماء اصلا غالي، يعني غليان ماشي غالي غليان، غنخليه غير حتى يتبدا يتفور هذيك البطاطا وغنحيدها. نبدا نحرك في هذه الكريم باتيسيير حتى تعقد. صافي هنايا حيدت البطاطا، غنعملها في واحد فوق شي ورق ديال المطبخ باش تبرد، وفي نفس الوقت هذاك الورق يمتص الماء الزائد. غنرجعوا للطورطه ديالنا او الكيكه. هاد الحلوى هاد الكيكه هذه ضروري ما نسقيوها لانها جينواز وكتجي شويه ناشفه، فضروري ما نسقيوها. انا هنايا احسن حاجه كتعجبني نسقي بها هاد الجينواز هذه هي هذوك الفواكه المعلبه، السائل ديالها. الا ما عندكمش استعملوا شي عصير، كاين سمعت بان كاين اللي كيسقيها بالمونادا. مهم انا عملت هذاك السيرو اللي كيكون في الفواكه المعلبه، خديت منه هذاك الخوخ، الماء ديال الخوخ هو اللي سقيت به الكيكه. خديت جوج خوخات قطعتهم بالطول عملت الفمو. الفواكه الموسميه ديال الصيف دابا تبارك الله راه الفواكه موجوده، عملت الفريز البلوبيريز او التوت الازرق، شويه ديال العنب، ممكن تستعملوا الكيوي اللي عندكم، وهذاك التوت الاحمر. وفي الاخير غنعمل جوج وريقات ديال لويزا غير كتغيير من النعناع دائما. من بعد راني دوبت شويه ديال هذاك الخليط اللي كنلمعوا به الكيك ناباج، دوبته وعملته كيعطي واحد المنظر زوين. غنرجعوا للعجينه ديالنا ديال الخبز. دابا راه ما بقاش الوقت بزاف، تقريبا بقات لي شي ساعه الا ربع. فخديت العجينه وخرجت منها الهواء كيف ما كتشوفوا، عملت الدقيق الابيض. وليت انا كنطلق هاد الخبيزات هادو، البطبوط ولا الخبز ديال المقلى ولا اي خبز العربي في الطحين، لانه ما كيتحرقش بزاف، ماشي فحال السميده ولا الفينو في المقلى كيتحرق. فقسمت العجينه هكذا، الخبيزات متوسطين، كرات متوسطين، خليتهم مرتاحوا واحد شويه تقريبا واحد 5 دقائق على ما غسلت هذوك المقالي وداكشي اللي كان تجمع لي، غير ارتاحوا. صافي بديت كنطلق بهم كنطلق فيهم بالمدلك، ما يكونوش رقاق بزاف بحال الخبز ديال الطورطيه، وما يكونوش غلاظ عاوتاني بحال الخبز ديال اللي غنطيبوه في الفران، يكون فيهم تقريبا واحد نصف سنتيم ديال السمك. وصافي غادي نعملهم في فوق واحد المنديل، نحاولوا اننا نتخلصوا من داك الطحين اللي زايد، نحطهم في واحد المنديل ونخليهم يرتاحوا غير تقريبا غير نكمل الطليق ديال الخبيزات كاملين، وغنبدا نطيب فيهم لان العجينه اصلا خمرات مزيان، فدغيا غادي تبدا الطيب، يعني ما يحتاجش اننا نخمروا هاد الخبيزات هادو مره ثانيه.
فغادي نحطهم قدامي فوق واحد المنديل كيف ما قلت لكم ونخليهم يرتاحوا. راني عملت هذيك المقله الثقيله تسخن فوق واحد النار شويه مجهده، ماشي مجهده بزاف ولكن ماشي متوسطه، غندهنها بشويه ديال الزيت ونحط الخبيزه ونبقى نعملوا لها بحال الطياب ديال خبز المقله او البطبوط. نحطوها نخليوها غير ثواني ونقلبوها، نبقاو نقلبو فيها حتى تتحمر. وفي الحقيقه ما عندناش غرض بها تنفخ، ولكن هادو غادي يتنفخوا لانهم خفافين او رقاقين ماشي غلط بزاف. راني حطيت هاد الخبيزه هادي وغنمشي نوجد الصلصه ديال الصلصه اللي غنصاوبها في هاد الساندويتشات هادو. عندي هنا ياغورت طبيعي، هاد الياغورت هذا تركي، فحال التركيش ولا غريك يوغورت، كيكون ثقيل بزاف ماشي فحال الياغورت الطبيعي العادي. ممكن تستعملوا الجبن الى عندكم حتى هو كيجي زوين، غير الا كان عندكم دانون العادي او الياغورت الطبيعي العادي حاولوا تصفيوه من الماء قبل ما تستعملوه. حكيت فيه واحد الخياره وضفت له شويه ديال الملحه، بغيتو تعملوا الثومه عملوها. صافي غادي نكمل الطياب ديال الخبيزات كيف ما كتشوفوا راهم كيتنفخوا. غنبقى نقلب فيه حتى يتحمر هاد الخبز هذا ويطيب من الداخل. صافي راه يتنفخ يعني راه طاب من الداخل، وغنحطو نعملو في واحد المنديل ونخليهم ترجع عليهم هذيك الحرارة باش يبقاو رطبين. بالنسبة للبطاطا غنرجع لها، عملت لها تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال النشا او المايزينا، وغادي نخلطها مزيان وغادي نقليها في الزيت غير نسالي من طياب ديال الخبز. غادي نقليها ايضا. قطعت شويه ديال الخس، ممكن تستعملوا مطيشه الا بغيتوا. هذيك السيده اللي شفت انا الفيديو ديالها عملت الكرومب الحمار والكرومب الخضر والبصله كنظن الا بقيت مفكره. المهم انا ما بغيتش نعمل الكرومب، خافت ما ياكلوش، عملت غير الخس. هذوك طريفات ديال الدجاج راهم بردو، ملي كنقطعوهم باردين ما كيهبطش منهم الماء بزاف، كيبقى يعني محافظين على الرطوبة، يعني كيبقاو رطبين محافظين على الماء اللي فيهم. اللي قطعناهم وهما سخونين هذيك الماء كله اللي فيهم كيخرج وكيجيو ناشفين وقاصحين. هنايا غادي نقلي هذيك البطاطا كيف ما قلت لكم، وغادي نرجعو باش نقادو الساندويتشات ديالنا، راه الكفته الصوص الدجاج الخس والخبيزات. طبعا هذيك السيده انا شفتها عملات بحال هكذا في التقديم وجا زوين. غادي نعمل الصوص، ممكن تزيدوا شويه ديال الحار الا بغيتو. غنعمل الخس، هنايا راه كنزرب كنزرب حيت مشى الحال بزاف، بغيت نسالي دغيا. غنعمل هذيك الكفته، طريفات ديال الدجاج. هاد الكمية هادي اللي طيبتها راه عملت لي 6 ديال الساندويتشات، خمسة، عملت لي 5 ديال الساندويتشات. غنعمل شوية ديال الصلصة اللي بقات لي من الفوق. وبالنسبة للفريت ها هو مني طاب، راه كيجي هاد البطاطا هادي ملي كنقليها يعني مباشرة كتجي عامرة بالزيت ولاوية، لكن هاد الطريقة هادي كتجي مقرمشه. هنايا عملت لها الملحه وغنعملها في الوسط. بالنسبه هذه الا كان غادي يتكال مباشره الساندويتش حطهم بحال هكذا. انا غادي نلويهم في بابي سولفيريزي وايضا الورقة الالومنيوم باش يبقاو سخونين لانهم ما يتكالوش كاملين دابا. فغادي نطويهم، غادي نوريكم كيفاش غادي نعمل لهم. غادي نلوي الخبز هو الاول، بابي سولفيريزي، وفي الاخير غادي نعملو هذاك بابي الومنيوم باش يحافظ على السخونيه ديالو، يعني ساندويتش يبقى سخون. صافي غنكمل بحال هكذا نعمل ساندويتشات كاملين. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم وكنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه، وإن شاء الله نتلقاو في الفيديو القادم نهار الأربعاء إلى كتاب. شكرا بزاف بزاف الناس اللي كتسول عليا، الله يجازيكم بخير.
إن شاء الله نتلقاو قريبا، والسلام عليكم.